من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، دايما الصباح بيكون جديد في موضوعاته وفقراته، وأكيد من خلال مراسلنا اللي موجودين في مناطق مختلفة وبلا شك في وطننا العربي. موضوعاتنا كالعادة مختلفة، ولكن قبل ما نخش في أي حاجة نصبح على الزميلات العزاء ليندا وداليا وشيرين. صباح الفل. صباح الخير يا جاد. احنا عندنا كلام كتير النهاردة، يلا بينا. ويعني في الأول كده قبل ما نخش في موضوعاتنا المختلفة، عندنا موضوع بس عايزين نشارك حضراتكم فيه، متعلق بكيفية الحفاظ على صحتنا أو فكرة الوزن الزائد والسعرات الحرارية، أهميتها أضرارها من أجل الحفاظ على الوزن، خاصة أنه طول الوقت المتخصصين والخبراء، خبرة التغذية بالتحديد، بيأكدوا أهمية وفعالية مسألة أنك تحسب السعرات الحرارية اللي بتخش جسمنا كل يوم، عشان نقدر من خلالها أن احنا نحقق الوزن المثالي أو نبقى أقرب لما هو صحي ومفيد لجسمنا. وعارفين ويمكن كتير مننا فاهم ده بشكل كبير جدا، لكن الغريب في الموضوع أننا بنلاقي خبرة التغذية ضد الفكرة من أساسها وبينافسوها تماما، وبيقولوا أنه عملية عد الوزن أو أنك تحسب السعرات الحرارية اللي بتدخل جسمك بتعتبر وسيلة غير مجدية بالمرة، وكمان ممكن توصل لأنها تكون ضارة أو مرضية، أو الموضوع مع الوقت يتحول لنوع من الهوس اللي بيزود العبء النفسي على الفرد. يا جاد صحيح، لأنه بحد ذاته أنك تقعد تحسب السعرات الحرارية وبتاكل إزاي، ده عبء ويعني تعب نفسي وفقدان للمتعة والشهية. مظبوط يا شيرين، ويمكن الفكرة اللي جاد قال عليها بخصوص خبراء التغذية فكرة منتشرة جدا، أنه بينكروا أن هي حاجة مش مهمة أن الواحد يحسب السعرات الحرارية، وبيقولوا أن ده جهد مبالغ فيه، والحقيقة أنها وسيلة قديمة مفيش قيمة ليها، وبيقولوا أن في بعض الأحيان ممكن يعرض الناس للخطر، لأن الناس بيكونوا مركزين على السعرات الحرارية مش في القيمة الغذائية. المفروض أن احنا ناخد بالنا يا داليا أن في أكلات ممكن تكون مقارنة بأكلات تانية فيها نسبة السعرات الحرارية، ولكن القيمة الغذائية الموجودة في الأكلة التانية دي أعلى بكتير. صحيح، القيمة الغذائية أو الجدوى من الأكل اللي احنا بناكله الحقيقة هو ده الفيصل يا ليندا. يمكن الكلام اللي احنا بنقوله ده ممكن يكون مفاجئ لناس كتير جدا يا جماعة، مسألة انه لازال إلى النهاردة ناس كتير جدا بتتعامل بالسعرات الحرارية، والمسألة بتفرق لهم جدا. طيب خلينا نشرح بس لحضراتكم يعني بتفصيلة مهمة، ان الانسان مش بياخد او بياكل السعرات الحرارية بشكل مباشر، الحقيقة ان هو بياكل الطعام علشان بعد كده يبدأ جسمه يستخرج السعرات الحرارية منه. طبعا دي عملية بيطلق عليها التمثيل الغذائي. هم ايضا الخبراء والمتخصصين استشهدوا على ده بان امتصاص الجسم نفسه لمئة سعر حراري مثلا من البطاطس المقلية مثلا وليكن، بيفرق كتير جدا عن امتصاصه لمئة سعر حراري من الجزر أو أي نوع تاني من الخضار. ويمكن يا ليندا زي ما أنا قلتلك ده مفاجئ بالنسبة لناس كتير، أنه الناس طول الوقت بتتخيل أنه البطاطس فيها سعرات حرارية أكتر، وفاكرين أنه لو أخدوا السعرات الحرارية المطلوبة خلال اليوم بغض النظر عن القيمة الغذائية يبقى خلاص كده عملوا اللي عليهم. صحيح، فده بيعمل عدم توازن. هي في جزئية برضو متعلقة بأنه أنت جسمك كده كده بيحتاج لعدد سعرات حرارية في اليوم، بس لو زاد عنه الجسم بيلجأ لأنه هو يخزن السعرات الحرارية دي في شكل دهون، وبالتالي انت بتحس. بس لازم يكون اختيار صح يا جاد. طبعا الحرارية المطلوبة. والخبراء اللي بيأيدوا هيدا الفكرة قالوا نقطة كتير مهمة بهيدا الموضوع، مثلا عملية حساب السعرات الحرارية بيحصل من خلال تحديد كل نوع أكل بناكله قديه موجود فيه سعرات، وقديه بالتالي ممكن نحسب هيدا الكمية، لكن مش ممكن يتم تحديد هيدا الكمية للجسم نفسه عشان حسب امتصاص الجسم لهذه السعرات. وده طبعا لانه امتصاص السعرات الحراريه بيختلف، وبكون من ناحيه ثانيه مرتبط بعوامل مختلفه كتير. اول شيء كان امراه ولا رجل، ده بيختلف. بعدين عمر الانسان نفسه، وكمان الست اذا كبيره ولا صغيره، قد ايه بنتحرك وبنعمل رياضه، قد ايه جسمنا بيستحمل. بعدين والمساله دي جاد مش مجرد حساب سعرات حراريه. طب انا عايز اسالكم سؤال، تفتكروا اللي هو عنده هوس حساب السعرات قياس السعرات الحراريه ده عنده او سي دي
او عنده اللي هو الوسواس القهري، لان انا يعني لو هتكلم عني شخصيا انا سايبها على الله كده يعني ما بقيس، انما انا عارف ان انا ايه اتعشى خفيف، افطر كويس، اتغدى معقول يعني عارفه، بس انا مع يعني. فانتوا تفتكروا ده مرتبط بده؟ انا كان عندي الهوس ده زمان الحقيقه، بس الحمد لله بطلته. ولكن خبراء التغذيه يعني. الحمد لله خبراء التغذيه جد بيقولوا ان الهوس ده ممكن يسبب اضطرابات في الاكل، زي مثلا اضطرابات النهم، نهم الطعام، اضطرابات نهم يعني الواحد بيشتهي الاكل طول ما هو محروم منه ولا بيحسبه. ايوه، وفقدان الشهيه العصبي والشره العصبي، وبالتالي ده ممكن ياثر على صحتنا وعلى عواطفنا وكمان على مهمتنا اليومية المختلفة. هو الحقيقة كمان يا ليندا شيرين يمكن قالت نقطة مهمة جدا، مسألة انه مش كلنا زي بعض، مش كلنا اجسامنا زي بعض، وطبعا السن بيفرق، الرياضة اللي بنعملها بتفرق، دي تفاصيل ما ينفعش ابدا التغاضي عنها، سواء هتحسب السعرات الحرارية او لا، معدل حرق كل جسم مش شبه التاني. والحقيقة انه يعني انا بشوف انه اهم حاجة او الفيصل في المسائل اللي زي دي عشان ما يبقاش فيه هوس زي ما انت قلتي هي الوسطية. فكرة انه انا زي ما جد كان بيقول بنظم اكلي بشكل او باخر، بشوف انا محتاجة ايه، محرمش نفسي من حاجة برضو على فكرة، لان دي تفصيلة مهمة وبتعمل حالة من الكآبة لما بمنع نفسي من كل حاجة. كنت عايز اقول لك برضو انه يعني احنا بس مش عايزين نتعامل مع الاكل وكأنه هي وسيلة ان احنا يعني بنلاقي فيها الملاذ بتاعنا وفقط، لان هي بتبقى حلول وقتية، انما انت لو يعني اعتمدت على الاكل هو الوسيلة اللي هتفرحك او بتسبب لك نوع من البهجة، فبالتأكيد هتروح في سكة يعني سكة مش هترجع منها. إنما هي فكرة التوازن عامة بغض النظر انت حابب تقيس السعرات الحرارية ولا، او يبقى في نوع من التوازن بشكل عام. هو الاعتدال حتى الحاجات اللي بنحبها ناكلها مرة في كل اسبوعين، مرة كل شهر، ما نحرمش من نفسنا. وعايزة بالمناسبة دي اسأل مشاهدينا، هل حساب السعرات الحرارية بالنسبة لكم مهم؟ وحنعرف اكيد العادات اللي انتم بتتبعوها بالاكل، ونستنى اجاباتكم على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.